مشاهدينا نحييكم من جديد. تجريم الدروس الخصوصية هذا هو الجديد. ناقشنا هذه القضية كثيرا، لكن وزارة التربية والتعليم تعد مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب لتجريم الدروس الخصوصية. يعني إيه؟ يعني يمكن أن يدخل المعلم السجن وفقا للضوابط اللي تحدثوا عنه. أستاذ عبد الحميد، وانت بتكمل كلامك يعني انت شايف، انت بتقول 40 مليار جنيه تنفق على الدروس الخصوصيه، وبالتالي أنا القضيه حتى معيشيه. يعني انا بتكلم على ان في اعباء على اولياء الامور اللي اسرهم بيزيد عن 26 مليون واحد في التعليم. في الحضر والريف 36% من دخل بعض الاسر او من الاسر بتصرف عن التعليم، وبتزيد النسبه في الحضر. فانا قدام وضع اجتماعي، ناس بتتجه عشان تحسن اوضاعها الاجتماعيه بالتعليم، وفي الاخر المخرج بيتحول لبطاله. طب ايه هي الاسباب الحقيقيه اللي جعلت يعني مع كل هذا الانفاق لكن المحصله النهائيه ناس قاعده على القهاوي؟ صفر. بطاله. زكاه الوزاره بتصرف اكتر من 80 مليار، والدروس الخصوصيه طبقا للاحصائيات والدراسات المنشوره بتصل الى 40، تقل تزيد، لكن في الاخر ظاهره خطيره محتاجه نتوقف عندها موضوعيا. انا من حيث المبدا كلنا كمواطنين وانا كنائب اقسمت ان احترم الدستور والقانون، احنا دوله مؤسسات. ده واحد. وهنا بيستوي في الاجرام اي من يرتكب هذه الاخطاء، لكن انا عايز ارجع للاسباب الحقيقيه للدروس الخصوصيه. انا عندي معلم منهك مش متدرب كويس، مرتباته ضعيفه، هو في اوضاع اجتماعيه سيئه، عنده نقابه غايبه نقابيا ما بتدافعش عنه، عندها حراسه اموالها مسروقه، عنده مشاكل خطيره جدا، وعنده اوضاع اجتماعيه خطيره. لكن هذا في الاخر لا يعني انه يتصرف الى ان يصل الى حد الجريمه. دي اوضاع اجتماعيه واوضاع، لان في الاخر خالص التعليم في مصر متخلف. طب يعني انت مع التجريم ولا لا؟ انا مع العقوبات، وهو قال مش تجريم، قال التدرج. ما هو التدرج هتبتدي تأديبيا، بس ايوه في الاخر خالص اللي مصمم، ما هو خدوا خطوات، ما انا فاهم، وفي النهايه لم تنتهي دروس. بص اللي مصمم هيدي يا وائل، استاذ وائل قال لك لو اديتوني مليون جنيه في حلقه قبل كده معايا. هو ده هو في حاجه، مع احترامي للاستاذ مش عايزين شخصا، مش هتوقف على الاعتياد ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم على ايه. انت النهارده عشان تحسن اوضاع التعليم عليك ان انت تبص للمناهج بشكل جيد بدل الاستظهار والحفظ والتلقين، ودي بيقول لك مرحله انتقاليه. ماشي، لو في نظام جديد للتعليم فهيمنع. اذا بدانا بتحسين اوضاع الرباعي اللي بيشكل الهرم او بيشكل القاعده الاساسيه، المعلم والمناهج والابنيه والاجهزه. طيب دكتور احمد بسرعه، انت مع التجريم؟ انا عايز ما ابعدش يا جماعه عن اصلحنا. لا هو ده الموضوع، هقول لك كل الاجراءات. قبل بس فكره التجريم، عشان انا اكمل بس وجهه نظري. دكتور احمد واحده ممكن، وبعد كده ممكن ما اتكلمش تاني. اتفضل. وندي الفرص يعني للناس. انا بقول انه انا مع العقاب ومع المحاسبه ومع كل الاجراءات، بس لما انا اعدل الاوضاع الحقيقيه للعمليه التعليميه بما فيها المعلم كراس حرب. يبقى نحتاج وقت يعني. هم وبالتالي القانون هيجي لكم على طول يعني. لا بغض النظر، لان ده مش اول قانون، خلي بالك مش اول مشروع قانون. 2002 قبل كده في 2002 وحصل عرف 2002 وقرارات اداريه وفي القانون بتحظر. لكن في الاخر بسرعه يا دكتور عشان اسال هو حسين. هو قبل ما نقول مع او ضد، بس وائل بيه عشان بس الرؤيه تكون واضحه، قبل ما نقول مع او ضد هي نقطه صغيره بيتكلموا. انا اخر كلمه اختم بيها كلامي، انا في الاخر خالص التعليم كحق في الدستور، وكرامه المعلم كحق، وكل ده كحق، لكن في الاخر خالص ازاي الناس تحمل نفسها نتيجه لسلوك واوضاع اجتماعيه بتظهر التعليم كما لو كان ان هو الدروس الخصوصيه ويستقطع من التلامذة، فهنا موضوع لازم يتعالج. انا ازاي بصرف 40 مليون مليار على الدروس الخصوصيه وبحمل اولياء الامور، وفي الاخر خالص الناس بتاخدها، هل بتاخدها بوجه حقيقي ولا لا؟ اذا وصلنا للمعادله دي ان انا اصحح دكتور اوضاع المعلمين اتفضل نحلها. الدروس الخصوصيه
هي عرض لامراض موجوده داخل بالزبط. المنظومه بالزبط. يعني هي نتيجه وجود امراض موجوده في المنظومه نشات الدروس الخصوصيه طبعا. كرد فعل لهذه احنا ناقشنا ده كثير يا دكتور. تمام خلينا في التجريم. الثواب والعقاب في اي لاي منظومه شيء صحي، بمعنى ان انا حاطط مجموعه من القواعد، اللي بيرتضي بهذه القواعد بيعمل وما عنديش مشكله. اللي بيخترق هذه القرارات والقوانين اللي حطها الدوله، واحنا دوله قانون، لابد ان يحاسب. هذه المشكله او مشكله الدروس الخصوصيه لها كثير من الاثار بس السلبية. هتؤدي بالمعلم للسجن؟ لا 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 ابدا، هي كثير من الاراء السلبيه. اذا استمر على المخالفه للقانون فهيبقى هو يعلم تماما ان دي مخالفه، وبالتالي طيب لو صدر القانون بسرعه سوف تذهب بيه. لو صدر القانون هتدي الدروس الخصوصيه هتديها لكل حديث يعني كل مقام المقال. انا ارد على حاجه انا واثق مليون في المية مش هتحصل؟ متاكد مليون في المية طبعا مستحيل. فين النص الدستوري ده عنده هو عشان نقول عليه. بس وائل بيه عشان نقول مع او ضد، انا عايز اقول ان المرحله او فكره مشروع القانون هي فكره مؤقته. الدروس الخصوصيه هتنقرض من تلقاء نفسها، يعني المعلم هيلاقي نفسه مضطر اضطرارا انه مش هيدي دروس خصوصيه. ليه؟ النهج الجديد اللي انتهجه الدكتور طارق شوقي ده لو في شقه بشكل هتتحول الى دروس خصوصيه سريه في الشقه. انا هقول لحضرتك بيته يقول لك يعني ما تقدرش تقول لك ده ضيوف عندي يعني. هو ليه هيكون بصفه مؤقته او العلاج ده هيكون حل مؤقت ليه؟ لان النظام الجديد بيعتمد اولا على نقل التعليم نقله نوعيه تماما من الحفظ والتلقين. ده المفروض انه يطبق السنه الجايه على اولى ثانوي. ده على اولى ثانوي طيب. يعني وانا يقيني ان الناس هتدي ايضا. يعني هنا المساله عايزه اعاده اعتبار للمدارس من جديد. يعني في اصل مش هيكون عندي حفظ معلم. ما عنديش حفظ. هي مش قضيه معلم استاذ حسين عشان بس هو ما اتكلمش. استاذ اسامه منظومه استاذ حسين انا ما شفتش دوله في العالم، اقسم بالله ما شفتش دوله في العالم بتنكل بمعلميها ولا تحترم معلميها الا مصر. ومش ده في عهد الدكتور طارق شوقي فقط، ده في عهد كل الوزراء المتعاقبين، ودائما يعلقوا فشلهم في اصلاح المنظومه على دغدغه مشاعر المواطنين بفكره الدروس الخصوصيه. زي ما قال سياده النائب 40 مليار، اوكي هم 40 مليار، ما في الحقيقه احنا كمعلمين كلنا نتمنى ان ال 40 مليار دول يعودوا مره اخرى الى جيوب الاسره المصريه، لان احنا منهم بالمناسبه. انما فكره انك تترك المناهج كما هي مناهج تلقينيه ومناهج حفظ، فكره انك انت تسيبني واقف وسط 100 طالب وتطلب مني ان انا اقوم بواجبي، طب انا هقوم بواجبي، طب ال 100 دول هل هم كلهم عندهم قدره استيعابيه واحده؟ بالتاكيد لا، يبقى في حد هيحتاج إضافة. الإضافة دي تكون جوة المدرسة عن طريق مجموعة أو تكون برة المدرسة عن طريق درس. لو هي درس بتبقى برة المدرسة وبيجي ولي الأمر هو اللي بيطلب. حضرتك ناوي تجرم ولي الأمر اللي بيروح بنفسه يطلب الدرس؟ هتجرم الطالب اللي بيروح في شهر 7 أو شهر 8 لا يعرف المنهج شكله إيه ولا يعرف المدرس اللي موجود في مدرسته شكله إيه وبيروح يحجز الدرس الخصوصي؟ دول ناوي تجرمهم؟ التجريم لماذا فشل؟ او الضبطية القضائية فشلت لانه زي ما قال استاذ اسامة واحنا في الفاصل انه فعلا 80 الى 90% ودي احصائية احنا عملناها ونشرناها قبل كده، 80% من اللي بيشتغلوا في احنا نقابة المعلمين المستقلة بالمناسبة. انا الامين العام للنقابة وبتكلم كلام منشور ومش لسه قايله امبارح ولا اول امبارح، ده من سنين. 80% اللي بيشتغلوا في مراكز الدروس الخصوصيه هم ممن لا يعملون في وزاره التربيه والتعليم، وعلشان كده لم تستطيع الوزاره انها تحكم القبض عليهم. هذه واحد. الثاني لا ازاي ممن لا هيبقى واخد اجازه مثلا؟ انا بقول لحضرتك يعني انا ما قلتش كلهم يعني ممن انا بقول لك لا 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 كل المحافظات الكلام ده مش الثاني انا ما اعتقدش. لو سمحت النسبه دي لو سمحت انا ممكن احنا الدستور القضائية يا استاذ وائل على 2000 انا ما قاطعتش حد بالمناسبه. طب انا هسال ما هو ده تعقيب. ما هو بيقول لك معلوماتك مش صحيحه. معلش طب ما هو قال معلومات كتيره جدا مش صحيحه. هو اتهم المعلم انه ما بيشتغلش جوه الفصل، وحضرتك لو المعلم ما بيشتغلش جوه الفصل حضرتك مش هتروح تطلب منه انه يدي درس. المدرس ده هو انا ما اتهمتش لو لم تشهد له الوزاره بالكفاءه مش هتسيبه في مكانه وهتحوله لعمل ايه يا فندم؟ انا ما قاطعتش حضرتك. طيب حضرتك مش هتكمل كلمه. طيب انا ممكن اقطع حضرتك الفين بس دي مش طريقه يا استاذ حسين. لو سمحت عايز مش طريقه لضغط الحرج. هرجع لك احميني وانا بتكلم. ما انا ما قاطعتوش. تديني 10 ثواني سلف
يا فندم ادينا 10 ثواني سلام. ال 2000 مركز يعني ال 2000 مركز اللي كانوا بيعملوا فيهم خارج نطاق وزاره التربيه والتعليم لا يتجاوز 2%. مش تم القبض عليهم، احنا ما بنقبضش على حد يعني، احنا ما بنقبضش على حد. تم التعامل لا يتجاوز 2% كعدد. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بس كلهم من التابعين لوزاره التربيه والتعليم. بس هو ده اللي انا بساله. ارجع له كده، المراكز كان بيديره مدير اداره المتابعه في إدارة تعليمية. معقولة؟ مش ممكن. أيوة. مش ممكن. أيوة. تم استبعاده وتم مجازاته. طب عظيم جدا. وتم نشر الزيادة. لماذا؟ إزاي تقول لي مش تابع التربية والتعليم؟ لأنه زي ما قال الدكتور هذا عرض لمرض. الوزارة بتدفن لمرض. راسها في الرمل وبتترك فشلها في إصلاح مجموعة الباكج اللي هو بتاع منظومة التعليم كاملة زي ما تفضل سيادة النائب، وبتتجه إلى تعليق هذه الشماعة على المعلم. عشان كده قلنا ان الحل حل مؤقت. عندي كثافه لازم اعالجها. يعني ايه اقف وسط 100 طالب؟ اقل كثافه في وزاره التربيه والتعليم في محافظه الجيزه 120 طالب. حتى لو اتعالجت مش هتدي دروس خصوصيه؟ بالتاكيد في حاجه، ما احنا بنقول الباكج كله اللي هو ايه بقى، اصلاح الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه للمعلم. ما ينفعش يا استاذ وائل انه انا اصلا اقول على المعلم مجرم. ما ينفعش ان انا بعد 21 سنه في التربيه والتعليم وعندي اسره مكونه من زوجه وطفلتين وكل مرتبي 1760 جنيه وتبقى ممسوك في قضيه دروس خصوصيه. ده مصيبه. وما ينفعش كمان، ما ينفعش الوزاره طب وليه ما ينفعش تدي مجموعه وتاخد 90% من حصيلتها؟ ليه ما ينفعش دخلك يبقى 6300 جنيه؟ يعني احنا المجموع من يعني كده حلال؟ كده مش مجرم؟ جدول المعلم مش مجرم. يعني مثلا نصاب المعلم مثلا 20 حصه يتم تقسيمه لجزئين، الجزء الاول خاص بالطلبه العاديين والجزء الثاني من يعني 10 حصص يخصص طيب. مثلا لتعليم الطلاب في الحصص العاديه، والعشر حصص الاخرى يخصص لعلاج ضعف التحصيل داخل المؤسسه. هو شكل الحل قدامك دي بس يعني عشان ده دي واخد بالك جدولك يبقى كده انت هو ده جدولنا يعني، وهو ده قانون التعليم اللي نقابه المعلمين المستقله كتبته وبعتته رئاسه الجمهوريه وبعتته مجلس النواب وبعتته الوزاره وبعتته مجلس الوزراء، وحاطين فيه حل المشاكل التعليم كلها، وعلى راسها فكره الكثافه نفسها. ومن ضمن المشاكل اللي عالجناها فكره الدروس الخصوصيه. بس كل ده مرتبط بايه؟ مرتبط بانك تدي المعلم اجر محترم، مرتبط بانه ما فيش حد يدخل يضرب باب المدرسه ويسب لي الدين او يضربني او يشتمني لمجرد ان انا مدرس مرفوض طبعا وزعل ابنه. وبعدين لما تروح على اسم الشرطه تبات انت والطالب في كلبش واحد، ويا كده يا تتصالح وتتكلبش طبعا. ما ينفعش طيب. وزاره التربيه عفوا بس حضرتك قلت دقيقه، ما ينفعش وزاره التربيه والتعليم تسيبني مهان كل هذه الاهانات، ويطلع الوزير نفسه يقول عليا حرامي، ولما نيجي نشتكي نطلع احنا اللي غلطانين. استاذه منى من القاهره بسرعه. استاذه منى، رضا من بورسعيد. طبعا برحب بالساده الموجودين كلهم معايا الناس. نتكلم في قضيه طبعا مهمه، بس مشكلتنا في مصر ان احنا ما بنجي نناقش قضيه، بنتكلم في ما بنعيش عصب القضيه. معايا مشكله الدروس الخصوصيه، هل هي مشكله ماديه فقط؟ لا طبعا مشكله فنيه. معايا ان احنا المفروض ان احنا الاول نظبط المناهج. معايا مشكله الدروس الخصوصيه وسبب الدروس الخصوصيه او النتائج السلبيه للدروس الخصوصيه ان هي بتاثر على مستوى اداء الطالب، وان هو ما بيمارسش الايه التعليم بشكل منطقي. تمام. فاحنا المشكله اللي عندنا في مصر هو عدم احترام المعلم، وما فيش نيه ان احنا ايه نظبط ايقاع الوضع ده. بشكرك. مع استاذ مين؟ سيد من الدقهليه. استاذ سيد اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير اتفضل. هو مساء الخير على ضيوفك الكرام. نفسي اكلمك، انا سعيد اني بكلمك دكتور وائل. عندي ليا ملاحظه بسيطه حضرتك. اتفضل. حضرتك انا مدرس بقالي 24 سنه. 24 سنه يا فندم، وراتبي لا يتعدى 2250 جنيه. 2250 جنيه. تخيل حضرتك لو عندي 2 طلبه في الجامعه بياخدوا مصاريف في اليوم، بياخدوا مصاريف يوميا مني. هتعيشوا ازاي يعني؟ انا عايز حضرتك تبعد عن التلفزيون عشان ما تسمعش من التلفزيون، لان في مسافه. يا فندم انا بقول لحضرتك انا باخد مرتبي 2250 جنيه. سمعنا ده. فانت الخلاصه عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا فندم ان انت تقدر المدرس. المدرس ازاي يشتري قميص كويس عشان يظهر بيه قدام الطالب بتاعه؟ المدرس ازاي يلبس كويس عشان الطالب ده المدرس قدوه بالنسبه له؟
معايا يا فندم؟ المدرس ازاي يقدر يعيش في مجتمع ان كل حاجه دلوقتي اصبحت السعر 2 و3 و4؟ احنا نتمنى ان يحسنوا دخل المدرس وحاسبني على الدروس الخصوصيه بعد كده. عندك حق، يعني انت بتقول ارفعوا المستوى المعيشي للمعلم اولا قبل ان تنزعوا منه الدروس الخصوصيه وهي الباب الوحيد لتحسين احواله المعيشيه. استاذ محمد من المنيا اتفضل. السلام عليكم يا وائل بيه. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا وائل بيه. انا اشتغلت في حق التعليم ده 37 سنه في وزاره التربيه والتعليم اداره المناطق التعليميه. القصه كلها قصه، اولا انا كنت عشان احسن دخلي بعد اداء عملي الرسمي بشتغل سواق بعربيه. بتشتغل ايه؟ بشتغل سواق عربيه. وانت معلم؟ نعم. وانت معلم مدرس يعني؟ ايوه. واخد بال سعادتك؟ ليه عندي اربعه في التعليم العالي، اربعه اولاد في التعليم العالي. طب ما اديتش دروس خصوصيه ليه؟ انا اساسا اول سعادتك من درس ودرس ابتدائي. فاشتغلت سواق بعد الظهر. وبناء على كده انا قدمت للشؤون القانونيه وخدت منهم تصريح ورخصه قياده وبشتغل بعد اداء عمل رسمي عشان احسن دخلي للاربعه اولاد التعليم العالي. فهي مرتبات التربيه والتعليم لو احسنوا المرتبات ويحاسبوا المدرسين ما فيهاش مشكله، حاسبني اديني راتب. طيب. وحاسبني انت بتجيب من يعني من الاخر يعني. صحيح. مين؟ استاذ ابراهيم الشرقيه بسرعه. استاذ ابراهيم اتفضل. استاذ شريف من الجيزه. طيب هطلع بس الفاصل وهنكمل. طب بسرعه استاذ اسامه اتفضل. دلوقتي بس يعني معروف انا بعيدا بقى ان انا كنت في الاعلام واعرف حضرتك كويس، يا ريت بقى كمصداقيه لكل اللي احنا قلناه بعد اذنك طبعا. كاميرا حضرتك كاميراتك في كل جمهوريه تشوف نسبة الناس اللي هم بيعملوا في حقل الدروس الخصوصية عشان بس نبقى قدام الناس. صح. ده احنا حققنا السناتر. أيوة. وعملنا تحقيقات. انا شفت انا كثيرة. كده بقول لحضرتك من 80-90% ولو في تليفونات داخلة دلوقتي هتلاقي كل لسبب بسيط. اولا خريجي العلوم كلية العلوم بيولوجي وكيمستري وفيزيكس ورياضة وجيولوجيا اداب تربيه كل دول قاعدين هيعمل ايه؟ بيروح ياكل عيش في ده. اضف الى ان في ناس تانية ايه بتتكلم معاه. ادي واحد. اتنين لو اتجرمت واحنا مع التجريم في حاجه هتبقى خطيره جدا هنرجع للطبقه الثانيه. يعني حضرتك انا اسف الاستاذ وائل ابراشي انا اسامه راشد نقدر هنجيب خمسه في بيتنا وندي للمدرس 1000 و2 و3 و4. طب الناس الثانيه اللي ما تقدرش تعمل ايه؟ انت شايف ان العائلات هتجيب بقى المدرس البيت بدليل انها بتدي لابنها درس واثنين وثلاثه واربعه. طب ما تخلي بقى الامتحانات 40% عملي 60% عملي. يعني انت شايف هي دي المنظومه الجديده. أيوة بالفعل. شايف ان التحايل سوف يستمر. اكيد طبعا اكيد. وان الدروس الخصوصيه لن تموت الا اذا الشاب اللي زي ده هقول لك عض قلبي ولا تعض رغيف هيعمل ايه؟ هطلع فاصل ونكمل معاك.